بسم الله وحده والصلاة على من لا نبي بعده. أما بعد، إوا شحال من بير ما فيه لا مال والو، والناس تدوز عليه علي من وعلي صر والو، حتى واحد ما يقول أجي نديرو واحد الحاجز ولا نغطيو البيار لا يطيحوا فيهم الأطفال. إوا اليوم الأحد خرجت في نزهة أنا والأحباب والأصدقاء، ولقينا هاد البير هادي تقريبا مهجورة 20 سنة. نسأل الله السلامة والعافية. هاد البير هادي تقريبا تنعقل أنا على واحد الحادثة فاش كنا حنا في الحي في 90 أو 92، جات ديك 94 96 وسمعنا بأن أحد الشباب يعني أحد الفتية راه سقط في البئر، وكانت المياه منهمرة هنايا، وكان عمر هذا البئر هذا اللي هو الآن مهجور، وانظروا إلى عمقه. نسأل الله السلامة والعافية. لا يحد، وأنا قد أقول بأنه تقريبا فيه 40 مترا أو أكثر، وهو دابا الآن مهجور 20 سنة. وحتى هاد الأرض هذه كان فيها اللوز، والآن هي مهجورة مهجورة تقريبا 20 سنة. وهاد البئر هذا قرب العمارات طريق البريدية دوار العلوي، اللي غادي يولي في دوار العلوي داك المنتزه ديال الألعاب في غروب الشمس هذه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننبه عن إغلاق هذا البئر، لأن الناس ستمر عليه الصباح وفي العشية، وتنطلب من الله سبحانه وتعالى مسؤولين ولا أصحاب الأرض مش يغلقوه، لأننا سنغلقه قد أحاسب أو أعاقب، ولا أدري ماذا سيحصل لي، لأنه يقدر يقولوا لي ماشي شغلك، لأن الأرض ماشي ديالك، أرض دمالها وانت مشيتي سديتي ذاك البئر. وفي يوم من الايام كنت مريت انا من هنايا، وبحالي تناسيت بان كاين بئر هنايا، وكنت غادي نسقط فيه الله شاهد. وفعلا فاش سمعنا وحنا صغار بانه راه طاح واحد الوليد، طلعنا ولقيناه نقدوه لان كان فيه الماء، اما الان ليس فيه ماء، فكيف لا تغلق هذه الابار، مع ان هذا البئر عرضه تقريبا متر ونصف او مترين كارية، وعمقه تقريبا 40 مترا او اكثر، الله اعلم بحده. أما البئر الذي سقط فيه ريان في أمغران ولا أمغار تلك القبيلة الجميلة هو بالصندة، والعمق ديالو 32 متر، أما هذا راه عريض ومخدوم باليد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ كل مسلم مسلمة وأولاد المسلمين جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وسمحوا لنا ولا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة القلب السليم رقم 1 إن شاء الله في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبير هذا. السلام السلام السلام. ارجع له. دول أبيال كلهم ديال. يا ربي السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم من بئر لم تغلق بعد، وهذا البئر قريب من مسكننا، مسكن الحي الجامعي مدينة مكناس منطقة طريق البريدية جانب دوار العلوي، العمارات الجدد، وهذه مزرعة. هذا البئر ليس فيه ماء تقريبا لمدة 20 سنة الآن، والناس تأتي إلى هذه المناطق بكثرة، هي وأولادها وهي وأحبابها، ولا يفكرون في إغلاقه. وفي تقريبا
1996 98 كان هنا الماء بكثرة منهمر، فأغرق أحد الفتيان في هذا البئر، ولكن الحمد لله أنقذوه وكنت صغيرا حينها. والآن تقريبا العمر سيصل إلى 40 سنة ولا زال هذا البئر لم يغلق، وتقريبا في عرضه متر ونصف نقول احنا كارية، وفي عمقه تقريبا 30 مترا. انظروا ولا زال لم يغلق، فنطلبوا من الله سبحانه وتعالى والمسؤولين أو أصحاب هذه الأرض المهجورة أن يغلقوا هذا البئر. وكم من بئر في المغرب في جانب المدن في البوادي لم تغلق، فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. انظروا كم هو، انظروا، نسأل الله السلامة والعافية، خالي وليس فيه ماء، نسأل الله السلامة والعافية. هناك حد الله تقريبا هذا 40 مترا تقريبا، هذا فيه 40 مترا. أما الذي سقط فيه ريان الشهيد الصغير رحمه الله كان بعمق 32 مترا وما تسمى بالصندم، هذا على اليد، انظروا كم مساحته، ومع ذلك هو مهجور تقريبا 20 سنة في هذه الأراضي الخضراء جانب طريق البريدية العمارات. نسأل الله السلامة والعافية. وكم من بئر أمر عليه وأنا ألعب الرياضة وليس فيه ماء، هذا ثم ذاك ثم ذاك ما بين الأشجار، وعندما أريد الخروج إلى مناطق البريدية وطريق الرباط كذلك هناك بئر، ولكن هذا مفضوح يمر عليه الجميع، فنسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية.